ماذا غير إنه هيك؟ مساء النور زيزو. صباح لاباس عليك. الحمد لله بارك الله فيك. فريمون جو سوي تري زوريك كوكي سوا بارمي مو اوجوردي. انا فرحانة نكون معاك والله وانا راه بارمي لي فان ديالك ومتبعة لي زيميسيون ديالك. كان جو سوي ان كرون فان كوكو بارك عليك. ميرسي ميرسي زيزو بارك الله فيك. يا نوك شنو جمعية نغم؟ الوغ جمعية نغم زيزو هي واحد الجمعية اللي تأسست تقريبا هادي 13 عام. صافي اون سومان باش درنا لانيفرسير ديالها. اي جمعية اللي تأسست في الأول من واحد المجموعة ديال الناس دي ميلومان اللي تيحبوا الموسيقى العربية والموسيقى المغربية. وهنا كانت البداية ديالها في لو 28 ماي 2008 ودرنا أمسيات اللي تكون فيهم أمسيات ديال الشعر ولا أمسيات اللي هي تتكون غير هكا غنائية اللي الأعضاء هما اللي تيشاركوا فيها. وي زيزو حنايا درنا اصدارات درنا ثلاثه ديال الكتب الوغ الله يبارك فيك كتاب تيتكلم على الطيب العلج وعلى كل يعني القصائد اللي كتبها سواء المغنات ولا الغير مغنات كذلك كتاب اللي هو تيجمع 85 من احسن الاغاني المغربيه وكتاب اللي هو ديال يعني الشاعر تبارك الله الرائع اللي عبد الرفيع الجواهري وحنايا شنو هو الهدف من هذه الاصدارات؟ تنعرفوا بان حنا المغاربه ما تنوثقوش ما تنكتبوش شحال من حاجه تتكون عندنا جميله ومزيانه ولكن ما تتكونش موثقه فقلنا علاش لا يعني ناخذوا حنا هذه المسؤوليه على عاتقنا ونصدروا هذه الكتب وان شاء الله يعني مازال غادي يجيو اصدارات اخرى ان شاء الله في المستقبل. مازال لك يا نوك شو ما انتك جمعيه نغم الوغ زيزو الانشطه ديال جمعيه نغم بزاف اول حاجه هما لي كورال اللي تكلمت لك عليهم من قبل عندنا كورال راشدي في الرباط عندنا كورال ديال البيضاوي وديال العامر في الدار البيضاء وعندنا كورال في مراكش حتى هي ديال الكبار وعندنا مجموعه ديال لي كورال ديال لي بوتي وصلنا في واحد الوقت تقريبا 19 كورال بور لي بوتي اي شاك كورال فيها 30 انفون تقريبا كنا تبارك الله واحد 600 الطفل اللي هو تيستافد من هاد لي كورال عندنا لي سورتي ديالنا ديال النغم واللي تجمعوا فيها الاعضاء وفي هاد لي سورتي يعني تكونوا طربيات تنجتمعوا الاعضاء اللي عندهم صوت مزيان تيغنيو عندنا كذلك دي كونفرنس كيف قلت لك تنديروهم على حسب كل مره لا كونفرنس لو تيم ديالها اللي تيكون اي بي هادي تقريبا عامين دخلنا اوسي انشطه تراثيه قلنا ما نهتموش فقط غير بالموسيقى العربيه ولا المغربيه نهتموا كذلك حتى بالتراث ديالنا وخصوصا عندنا التراث اللي هو غني بزاف. يا بكيت سوز معاك نغم هي كتخافك كوكين مغربيه وهكا مهم. وي زيزو تنحاولوا ان الحمد لله هذه رساله خديناها على عاتقنا هي اننا نهتموا بالتراث ديالنا المغربي وبالاغنيه المغربيه والاغنيه العربيه كذلك على العموم فتنتمنى ان شاء الله ان ربي يوفقنا في هذا. إن شاء الله ربي. إن شاء الله ربي. شو ما عندكم مستقبلية جايز معاك نغم إن شاء الله. ألوغ زيزو حنايا عندنا بزاف ديال الأفكار إن شاء الله اللي بغينا نديروها. غادي نقول لك واحد المسألة حنايا عاد قمنا بها ديغنييغمون هو أننا درنا تكريم للفنان راحل محمود الإدريسي. ألوغ هو الأستاذ محمود الإدريسي يعني خسارة أننا بغينا في الوقت اللي هو كان بالحياة كنا بغينا نديرو معاه التكريم. جا الكوفيد بيان سيغ هو مسكين الله يرحمه توفى في هاد الفترة هادي. فقلنا يعني هاد المسألة ما غادي نطلقوش منها غادي نديرو له التكريم. فدرنا تكريم سو فورم دو فيديو ودرناها يعني بشراكه مع واحد الجمعيه جمعيه ميزان فدمجنا يعني هاد جوج ديال المسائل وعطينا واحد لا فيديو اللي الحمد لله لقات اقبال. الوغ شنو غادي نديرو مستقبلا؟ عندنا بزاف ديال الافكار. الوغ اول حاجه هو ان شاء الله غادي نديرو حفل اللي هو غيكون اون بريزونسيال ان شاء الله غادي يكونوا تفتحوا لي تياتر وغادي نديرو حفل اللي هو تكريم لمحمود الادريسي. غادي نديرو تكريم لبعض الفنانات المغربيات منهم نعيمه سميح منهم عزيزه جلال رجاء بالمليح ان شاء الله غادي يكون تكريم ديال هاد الفنانات وديك الساعه غتكون حاضر معنا زيزو خومي ياك ان شاء الله بحول الله. يا نوك واش مسكوش جيو ساكاك ممد مؤسسة كايمياو جيو كورا جيو
نواقي كوغاكي و تنخمو في هذه وان شاء الله ان شاء الله. وهذه نسيت ما قلت لكش يعني في الاشياء اللي ان شاء الله باغيين ندوها مستقبلا، هو اننا غادي نخلقوا مجموعات صوتيه في مؤسسات بحال لي زورفلينا، فتنطلبوا ان شاء الله من ربي التوفيق. ايواك فريمون كنغري الجمعيه هاك فكاك في افكار زلميه و فريمون كنغريكم. ميرسي بوكو زيزو، بارك الله فيك. هي في الحقيقه تحيه لكل اعضاء الجمعيه وعلى راسهم المكتب المسير، لان كل واحد تيعطي فكره وكل واحد يعني تيعطي من وقته وتيحاول انه يطور من هذه الجمعيه، فتنتمنى ان شاء الله يعني نوصلوا لديك الشيء اللي حنا تنتمناو نديروه مستقبلا. يوفقكم يا رب. يا ربي امين. ميرسي بوكو. ينوك شكرا اخبارك اوكي و على صافيك جوانكي Grande, que correu ganhado, o que é que me gusta? A resolução está aí. Não é o que acabou, mas é. إن شاء الله زيزو، شكرا. وأنا سعيدة جدا أنني كنت معك، وتنتمنى أنها ما تكونش آخر مرة إن شاء الله. نتلاقاو في أشياء اللي هي جميلة إن شاء الله، وسورتو سورتو غادي نعرض عليك وغادي تجي لعندنا تغني معنا إن شاء الله. إن شاء الله. ألوغ تو سي زيزو، عندي أون سوربريز بوغ توا. صح؟ وي، حيت أنا عرفتك تتبغي الغناء، ما جيتش بيديا خاوية، جبت معايا المجموعة باش نغنيو. يلا نود أسيدي نغنيو. Yeah.
I like you.